معلش اسف على الازعاج اللي حصل والصوت العالي اللي بدر مني اللي قد يفزع الاطفال في الشرق والغرب، ولكن كل ما في الموضوع ان الاعداد نسي يجهز لي التونه. اعزائي وعزيزاتي، اهلا بكم في ميتاب صاحب الصنعه. معاكم بربلاوي المديستاوي، صديقكم وصديق مديستا الوفي. هقول لكم النهارده قصه كفاحي مع مديستا في فيديو وثائقي عملته وانا بنقنق في الدراي فود. ايه ده ايه الحركات دي؟ الليزر الليزر يا بابا، عايزين نشغل. مديستا اعزائي موجوده على اغلب منصات التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تليجرام، وكلاب هاوس، وبوديو، والويب سايت اللهم لا حسد زاره 22,000، وبصراحه يعني بياكلوني كويس. تيم مديستا اللي انا واحد منهم اشتغل على 4 كتب مهمين جدا في عالم الكرياتيف اندستري، زي كتاب رحلتي من الانترفيو للاكسبتد ميل، وكمان مراجعه كتاب اتوميك هابتس، وكتاب في الكونتنت ماركتنج، والاخير والاخطر بقى كتاب الصناعه الابداعيه في دول الخليج. ووصل عدد قراء الكتب دي ل 15,000 قارئ. وفي ايام الكوفيد مديست عملت 8 رومز على الكلاب هاوس مع 11 ضيف متنوعين في اكتر من مجال. شوف عملوا كل الرومز دي ما افتكرونيش بروم واحده يتكلموا فيها عن فوائد التونه القطعه. وطول ال5 سنين ولحد دلوقتي مستمرين في نشر المحتوى المفيد، فعملوا 38 حلقه على اليوتيوب بيتكلموا في مواضيع مختلفه في الكرياتيف اندستري، و19 بودكاست، واكتر من 1500 محتوى تعليمي على فيسبوك وتليجرام. وما زهقوش مني وفضلوا ياكلوني وفضلوا يقدموا مقالات بتقدم نصايح في مجالات مختلفه، لحد ما وصل عدد المقالات ل 34 مقال على الويب سايت. وعملوا 4 لقاءات لايف اروع من بعض مع اسماء تقيله جدا في الكرياتيف اندستري، زي الكاتب الكبير عمر طاهر، وباسم الهادي مؤسس كيجامي، والمخرج العبقري هشام عفيفي. ايه بقول لك يا عفي، في حاجه كده كنت عايز اصورها بتقول حبيتك قلبي باظ واللي بحبه طلع شراز. ما تمام مش وكمان نور الحسن مؤسسه موقع كونتنت ماركت بليس، وتعاونوا مع أكتر من 20 مؤسسة زي تصميمك وينفع دوت كوم وبراند سكول وبتاع كوبيز، وكمان ليرنين ديجيتال وسوشياليست وسيزلس واعمل بيزنس ومشكا ستوديو، وأخيرا موشن كامب. وفي صاحب الصنعة تعاونوا مع أشطر صحاب صنعة في مصر زي IMFND وجروث هاكستاك وموف أرت ستوديو ومشكا ستوديو، وكمان زاك ستوديو وبي ار سكول وعناب ستوديو وديجيتال فينس وجراوي ديجيتال ايجنسي، وفي طريقهم للتعاون مع شركة تونة عشان خاطري. كان معكم بربلاوي المديستاوي، وبتمنى لكم يوم سعيد في صاحب الصنعة، وانبسطوا يا ولاد.